أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أهمية النصر الذي حققه العراق الشقيق على العصابات الإرهابية الداعشية وشدد الصفدي خلال استقباله الممثل الخاص للأمم للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يان كوبيش على ضرورة دعم المجتمع الدولي للعراق في مسيرة إعادة البناء والإعمار وبحث الصفدي وكوبيش آخر المستجدات في العراق والدور الذي تقوم بعثة الأمم المتحدة في إسناد جهود الحكومة العراقية لإعادة البناء وتحقيق المصالحة الوطنية